في الحقيقة أول لقاء مع طالب صيف كان في علاقة بتجمع طلابي اللي كان قاموا الاتحاد العام لطلبة تونس في كلية الأداب رقادة. هذيك كانت المصافحة الأولى بالنسبة لنا كمكتب تنفيذي مع طالب صيف. صارت مواجهات كبيرة في السنة الفارطة في إطار تحضير الانتخابات المجالس العلمية، وكان سيف يقود موجة الاعتداء على مناضلي الاتحاد وحتى على الطلبة ومحاولة طردنا ومن جامعة من كلية الأداب رقادة. بالنسبة للانتماء السياسي أنا ما نجمش نكتب وما نجمش ننفيه. علاش؟ لأنه كما حكيت لك طبيعة التنظيمات هي تنظيمات سرية، تنظيمات غير مغلقة، وتنظيمات يصعب اختراقها حتى يعني من أجهزة البوليسية الكبيرة. أما تبقينا أنه من خلال نشاط الشخص هذا في ولاية القيروان، هو شخص ناشط، شخص يعني يتحرك مع خمسة أشخاص هذوما منهم زوج أفراد يعني تم تهجيرهم إلى سوريا، شخص منهم توفى في ريف أدلب، وشخص آخر رجع إلى ولاية القيروان ومازال ينشط. بالنسبة لسيف يعني كان مع المجموعة دي وكانوا يرتادوا يعني جامع خارج السيطرة وخارج عن رقابة الدولة، ومعروف جيدا في جهة القيروان، كان طالب معروف بعدائيته، وكان طالب يعني يصر على تقسيم الصف الطلابي إلى يعني مؤمنين وإلى كفار. واللي لاحظناه في تواجدنا في كلية الأداب رقادة اللي سيف كان ناشط جدا وكان يعني عملي جدا، لأنه طبيعة التنظيمات هذه هي تنظيمات سرية ولا يصل اختراقها. وكمصافحة أولى للطلبة المتشددين والطلبة المنتمين للطيار السلفي ما يمكنش يعني إثبات طبيعة علاقته بالمجموعات المتشددة هذه، إذا كان هو رئيس خلية ولا إذا كان فاعل أو إذا كان. تبقينا الملاحظة الوحيدة اللي نجمه نسوقوها اللي هو كان ناشط جدا وكان يعني مع مجموعة كبيرة من غير طلبة هذوما، يعني من ناس أو أشخاص غريبين على فضاء كلية الأداب رقادة، وهذا بشهادة المكتب الفيدرالي المؤتمر رد الاعتبار الموجود غادي، بشهادة عدد كبير من الطلبة وبشهادة حتى الإدارة المتواجدة. مباشرة بعد أحداث رقادة وبعد أحداث كلية الحقوق وبعد أحداث كلية الأداب منوبة، خذا الاتحاد العام لطلبة تونس على عاتقه مهمة يعني القيام بدراسة تطرقنا فيها إلى جملة من الأسباب المباشرة والغير مباشرة اللي ساهمت في تهجير الشباب التونسي إلى سوريا وإلى العراق وليبيا، ويعني نشاطه في بؤر التوتر هذية. الدراسة هذية يعني فيها إحصائيات وأرقام خطيرة. الإحصائيات هذية بين 8200 طالب هم رسميا من الأشخاص اللي تم تهجيرهم إلى سوريا. أكثر من 1200 طالب اليوم في مؤسساتنا الجامعية هم بين متردد ويعني مستعد للهجرة إلى سوريا، وأكثر العدد بين 70 وبين 120 من الطلبة الموجودين في المؤسسة السجنية التونسية اللي تم إرجاعهم من قبل السلطات التونسية بنيت يعني ردحهم وزجرهم بعد توجههم إلى الحدود من أجل يعني قصد بؤر التوتر هذه. بالنسبة للسلطات المعنية هي تقف عاجزة اليوم عن إدارة الملف الطلابي في الجامعة التونسية، ناهيك على ذلك أن سلطة الإشراف اليوم تقف عاجزة عن إيجاد حلول حقيقية، عن إيجاد حلول جذرية، ويعني تكتفي بالمسايرة اليومية لجملة المطالب التي ترد عليها. وفي علاقة بجملة من النقاشات كان قام بها مؤتمر رد الاعتبار مع سلطات الإشراف اكتشفنا من خلالها عجز هيكلي وعجز إداري وغياب رؤية متبصرة وغياب برنامج حقيقي ربما لمعالجة جملة هذه المشاكل. كذلك كل السلطات المعنية هي اليوم يعني في حالة بهتة، في حالة حيرة، خاصة وأن الظاهرة انتشرت يعني بصفة يعني متقدمة في الجامعة التونسية.